مشاهدينا الكرام، بعد ما طابت لي الحرشة، ها هي قدامكم، كنقدموها مع كويس ديال اتاي بفليو وزيت العود وزيت الزيتون. بسم الله. نتمنى تعجبكم هذه الحرشة هذه وتجربوها في هذا البلد هذا إن شاء الله الرحمن الرحيم. نهاركم مبروك وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله. مشاهدي الكرام، أنا عندي مشكل ديال التصوير، إذا كان بقى نقطع وبقى المونتاج ما كنعرفش ليه مزيان. نتمنىكم يعجبكم هذا التصوير هذا، وعطيني الرأي ديالكم في الكومنتر إن شاء الله الرحمن الرحيم. بداية أسبوع موفقة وإلى اللقاء إن شاء الله الرحمن الرحيم. الجريدة ديالي ضروري خصني نشدها لك، والحرشة المعنية بالأمر. المشاهدين الكرام، هكا كتجي خضرة، كتجي لذيذة.